السلام عليكم. الدول الكبرى تحث إيران على العودة العاجلة إلى مباحثات فيينا حول البرنامج النووي. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن القوى الكبرى المنخرطة في مباحثات غير مباشرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني تدعو طهران إلى العودة العاجلة إلى مباحثات فيينا. وقال متعدد باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم إنه يتعين على إيران أن تظهر بالأفعال الاستعدادها الكامل لاستئناف مباحثات فيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي. وترفض طهران حتى الآن استئناف المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا والمتعلقة بعودة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وفي السياق نفسه صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بأن إيران ليست مستعدة بعد للعودة إلى طاولة المباحثات لإعادة إطلاق اتفاق فيينا لعام 2015 بشأن برنامجها النووي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.